أخوتنا الكرام في قرية المصدى في حي الصفا قيد تجهيز في اليوم السادس من شهر ديسمبر للعام 2020 بتجهيز حفر بئر ومحطة تحلية تعمل على الطاقة الشمسية تخدم قرية المصدى بشكل عام بالبئر وحي الصفا وحي السدرة بشكل خاص بمحطة تحلية وذلك بفضل الله ثم بتمويل وشكر لمؤسسة لايف. طبعا تقسيمة المشروع لغرفة لبناء محطة التحلية ومشكورين بالتبرع ونشكر مرة أخرى مؤسسة لايف على هذا الدعم الكريم ونسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته.